ما نمشي فتح النوار ننهض في كل صباح بحلم جديد صور نعيدك يا انتصار ونجيد وطول ما ايد شعب العرب في الايد الثورة قايمة والكفاح دوار الكفاح دوار ثوار ثوار من آخر مكان ثوار 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 من آخر مكان ثوار 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 مع البطل اللي جابه القدر أيها الإخوة، هذا هو السد العالي الذي دارت من حوله المعارك وحارب من أجله الأبطال. هذا هو السد العالي الذي شهد كل هذا الكفاح واستحق كل هذا الكفاح، لا بسبب قيمته الذاتية فحسب، ولكن بسبب معناه كرمز لتصميم الأمة العربية كلها على أن تسير في بناء وطنها الكبير المتحرر. يا رجال مصر، يا رجال مصر ويا نساءها وأطفالها، هنا أمام الدنيا كلها رمز حي لإرادتكم وتصميمكم ومقدرتكم على العمل وعلى الفداء. هنا بهذا السد العالي تذكار لانتصاركم على كل اعتداء وعلى كل الصعوبات. هنا صورة رائعة لأحلامكم صنعها العمل الذي يحرك الجبال ويخضع الطبيعة لإرادة الإنسان مهما دفع من الدم والعرق، وليؤكد سيطرة الإنسان بروح ربه وهداه على الحياة لتكون شرفا له وليكون شرفا لها. في علاقتنا مع العالم احنا بنبني علاقتنا على اساس مواقفنا المستقلة. معروف ان احنا سياستنا هي سياسة عدم الانحياز، ومعروف ان احنا في تعاملنا مع العالم بنقول رأينا، ليس هناك مشاكل بيننا مباشرة وبين الولايات المتحدة الامريكية مثلا.
ولكن قد نختلف على مسائل أخرى، نختلف على تأييد أمريكا لإسرائيل، ونختلف على موقف أمريكا في الكونغو، ونختلف على سياسة القوة اللي اتبعت في بعض الأماكن، ولكن بكل الوسائل نحاول أن تكون علاقتنا مع أمريكا علاقات سليمة. في نفس الوقت احنا مع بريطانيا ايضا، بريطانيا اعتدت علينا سنة 56، ولكن هددنا من قبرص، هددنا من ليبيا، اولا هنا احنا موقفنا ضد الاستعمار، ضد القواعد العسكرية، ولا يمكن حد يساومنا على هذا بأي شيء. لو قال هنديك 1,000,000,000 جنيه علشان تقف وتسكت وما تقولش هذا الكلام، لا نستطيع، لأن إذا سكتنا نبقى هنعرض نفسنا للتهديد كما تعرضنا في سنة 56. فإحنا سياستنا ضد القواعد وأيضا ضد الاستعمار، ضد الاستعمار البريطاني في عدن وفي الجنوب المحتل وفي الخليج العربي وفي المناطق المعروفة من شبه الجزيرة العربية. ولكن هذا لا يمنع ان احنا بكل الوسائل على استعداد لان نقيم علاقات سليمة وعلاقات طيبة مع بريطانيا. لما بطلنا نتكلم ينبه الشرق ويرسم خط السلام والحريه على الاراضي العربيه، خط السلام والحريه15 سنة تهديد مستمر. تهديد من مين؟ ما هو مصدر التهديد الاستعمار. طردنا الاستعمار من أرضنا وأفكارنا ومبادئنا وما ننادي به